معنا معد هذا التقرير عمار إبراهيم من ريف اللاذقية الشمالي، مراسلنا هناك. مرحبا بك عمار، لو يعني تطلعنا على آخر التطورات الميدانية في ريف اللاذقية وما طبيعة المعارك التي يخوضها الثوار في ريف اللاذقية الشمالي. نعم، أسعد الله مساءكم ومن تحية لك وتحية لكل السادة المشاهدين. نعم، الثوار في الساحل السوري أطلقت حملة جديدة بهدف استهداف مواقع قوات النظام على عدة نقاط استراتيجية في ريف اللاذقية، وضمن أيضا قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين. طبعا هدف هذه الحملة نصرة لأهالينا في ريف دمشق ومدينة حلب، ونتيجة المجازر التي تحصل بشكل يومي في محافظة إدلب. طبعا الاستهداف يكون في شبه يومي برشقات كبيرة عن طريق راجمة صواريخ تابعة للثوار، باستهداف مواقع قريبة من بلدة سلمة، استهداف مواقع قريبة من قمة النبي يونس، وكما ذكرت أيضا مواقع في معسكر جورين، أيضا إلى المناطق القريبة التي تتمركز بها قوات النظام من مدينة اللاذقية كمنطقة البهلولية. طبعا هذه الاستهدافات تأتي بتحقيق إصابات مباشرة. يوم أمس كان هناك استهداف لمعسكر جورين أدى لمقتل أكثر من 5 عناصر تابعة لقوات النظام. قبل 4 أيام كان هناك استهداف في ريف اللاذقية لمحور بأكثر من 40 صاروخ، أيضا أدى ذلك لمقتل عدد كبير من عناصر قوات النظام في ريف اللاذقية. طبعا مؤمن ردا على هذه الحملة، قوات النظام تقصف بشكل كبير جدا المناطق الحدودية والمخيمات القريبة منها. في هذه الأثناء أصوات القصف تسمع بشكل وضوحي وتصدح إلى يعني المناطق الحدودية من قبل قوات النظام المتمركزة في تلال البيضاء وجبل أبو علي. شكرا جزيلا لك مراسلنا في ريف اللاذقية عمار إبراهيم.